فإذا ناخذ اليوم الأسباب الحقيقية لانتشار السلاح وسهولة بيعه والمتاجرة به، شنو اللي مشخصيها اليوم أنتم؟ احنا حقيقة مثل ما يعرف الجميع وتعرف حضرتك بأنه موضوع انتشار السلاح هذه ظاهرة حقيقة ظهرت بالآونة الأخيرة، وبالخصوص بعد 2003. مثل ما نعرف ويعرف الجميع بأنه بعد 2003 وخاصة في بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق وبعض قطاعات الجيش، كان هناك سلاح بقى في أماكنه وفي الثكنات العسكرية. بعض الناس وبعض الأشخاص استولوا على هذه المخازن من الأسلحة، وبدأ ينتشر السلاح خاصة في المناطق اللي تخطاها التحالف، جيش التحالف، وخاصة في مناطق جنوب وغرب العراق. فاستحوذ المواطنين على هذه الأسلحة وبقت في حوزتهم.